محرك واطوف السكة والهل يا محرك واطوف السكة. طبعا مشروع تطوير مدينه الحرج عندنا 5 اهداف رئيسيه للمشروع. الهدف الاولي طبعا عندنا تدشين جديد اشتراطات التعمير، طبعا عندنا اشتراطات تضمن جوده البنيان في مدينه الحرج، في اشتراطات معينه نحافظ على التراث، نحافظ على ثقافه واصل مدينه الحرج، ففي كثير من الامور الصغيره اللي يعتنينا فيها في الاشتراطات. طبعا الرقعه مثل ما تشوفون هي الرقعه هذه الورديه احنا اللي قاعدين نركز عليها، وهي طبعا حسب التوجيهات اللي طلعت لنا. طبعا هذه بالنسبه حق الرقعه عباره عن 1.4 مليون متر مربع، هو نطاق التطوير باذن الله. طبعا احنا الحزمه الاولى قلنا احنا بندخل، احنا كوزاره اسكان وتخطيط عمراني بندخل بتطوير 300 وحده سكنيه، ولكن الهدف نحن نوصل الى 2000 وحده سكنيه ان شاء الله بالتعاون مع القطاع الخاص. طبعا من اهم اهداف الدليل هو الحفاظ على هويه المحرق، ومن ثم تناقم المباني التراثيه مع المباني الحديثه، وكذلك التوازن فيما بين الابتكار والاحتفاء بالتراث البحريني الغني. ناحيه توفير المسارات المناسبه، من ناحيه الارتقاء بالممرات، من ناحيه حتى في بعض الاستملاكات بتصير بالفعل على اساس انه يكون في شوارع مناسبه تمر فيها السيارات، فاحنا نحاول قد ما نقدر نوفر عدد كبير من مواقف السيارات يم هذه المناطق اللي احنا بنطورها ان شاء الله، على اساس تكون مناسبه حق العائله البحرينيه وما تشوف ان هي تتكلف فيها وتوصل حق منزلها. يعني هذا النسيج العمراني الفريد للمحرق هذا اللي يميزها. احنا مو بهدفنا ان احنا نشيل الفرجان ونوسع الشوارع، يعني لو استوت المحرق كلها شوارع هذا عرض تفقد نسيج العمراني. فهذه الاشياء الغير ملموسه اللي الواحد يحس فيها وهو يتمشى في المحرق، هذا اللي هي يعطيها الطابع. وزاره الاعلام لها دور رئيسي في ابراز هذه الجهود، طبعا هاي الجوله بحد ذاتها في الحقيقه احد هذه المبادرات، تعريف الناس بتفاصيل هذا المشروع، باهميه هذا المشروع بالنسبه حق الارث الوطني لمملكه البحرين، ايصال الصوره للمواطن بشان الفرص اللي ستتاح من خلال هذا المشروع.